وكالة من الفريقينه اللي دستوريا أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب 25 نائب من البصرة. إلى الآن ما صدر من أعضاء مجلس النواب تمثيل بحظ أو بخير، فقط تمثيل للبصرة خزي وعار. نمهل أعضاء مجلس النواب إذا ما استجوبوا وأسعد العيدان ويطيلونه خلال ثلاثة أيام أو أربعة أيام. البصرة هاي المرة إذا ما استجوبتوا نواب البصرة، إذا ما استجوبتوا أسعد عيداني وقلتوا مكاتبكم تسد، لأن ما نحتاج إلى مكاتب ما تمثل البصرة. جاي تمثل أجندادكم وتمثل دول أخرى. كل مكتب ما يمثل محافظة البصرة يسد والله وياه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في الموضوع مشاهدينا الكرام، نود التنويه هنا إلى أن تردد قناة الرافدين الجديد هو 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. نكرر، 10727 أفقي على مدار القمر نايلسات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. اليوم مشاهدينا الكرام سنتحدث عن استمرار القمع في محافظة البصرة للمتظاهرين السلميين الذين يطالبون بالكشف عن قتلة المتظاهرين، وكذلك بمحاسبة كل من ارتكب جرائم وانتهاكات ضد المتظاهرين في البصرة، وكذلك يرفعون شعار إسقاط النظام أو التهديد بإسقاط النظام في حال لم تستجب الحكومة لمطالبهم. طبعا هذه الوعود الوهمية التي أعطتها حكومة مصطفى الكاظمي وقبل حكومة عادل عبد المهدي وكل حكومات ما بعد الاحتلال، هي كلها كانت وعود أطلقت أمام وسائل الإعلام من أجل تخدير الرأي العام، لكن واقع الحال يقول إن هناك قمعا مستمرا في محافظة البصرة، وهناك اعتداءات على المتظاهرين تتم من قبل القوات الحكومية ومن قبل الميليشيات كذلك المتواجدة في البصرة أو في غير البصرة من المحافظات التي انتفضت. الخطوة التي قامت بها الحكومة هي بإقالة قائد شرطة البصرة رشيد فليح. هل هذا الموضوع يكفي بالنسبة للمتظاهرين أن يقال قائد شرطة البصرة؟ لماذا لم يحاكم رشيد فليح على الأقل على التصريحات التي خرجت منه تجاه المتظاهرين، منها اتهامهم بأنهم خونة وأتباع ويقبضون أموال من السفارات العربية والأجنبية، منها تبريره لميليشيا ثأر الله في البصرة التي قامت بقتل متظاهر أمام أعين القوات الحكومية وقامت بإصابة الكثيرين، وهو قال وبرر لها بأن هذا حزب يدافع عن نفسه أمام مجموعة من المتمردين، وغيرها من هذه الاتهامات وهذه التجاوزات اللفظية التي خرج منها والتجاوزات الجسدية التي بدرت من قواته. طبعا حدثت في البصرة إصابات كثيرة على الأقل في اليومين الماضيين، ورأينا التعامل الحكومي الضعيف مع هكذا انتهاكات وقعت ضد المتظاهرين. فهل سيرضى العراقيون في البصرة وفي غير البصرة أن يستمر تعامل السلطة في العراق بهذا المستوى المحدود، وهي محاولة أيضا لإسكات الرأي العام بشكل أو بآخر عن طريق إقالة هذا الشخص أو اتهام بعض الضباط بأنهم الذين قاموا بارتكاب انتهاكات دون النظر إلى المسؤولين الأساس والقيادات التي أعطت الأوامر لهذه الأفراد بارتكاب هذه الانتهاكات؟ هذا السؤال يطرح. من معنا الآن؟ السيد أبو زكريا من كركوك، تفضل يا أبو زكريا. الله يحفظك أستاذ محمد، الله يحفظ قناتكم الشريفة، وأنت الوحيدين يعني تهتم مأساة العراقيين. نعم. الشرفاء. عندي بس نقطتين يا أستاذ محمد اسمعني. كان 70 واحد من المسلمين يصلون بالجمامة يطلعون براءة ويبوق لك يد جلسات وبيضاته يحكمون 15 سنة مخرج. نعم.
المخبر السني سري يخاطر على واحد والله هذا الهادي يحكم بالاعدام. نعم. يعني وين حكومه كانت المتظاهرين قتلت المظاهرين منهم البصره وهذا الشاب العظيم والله العظيم جسمه كيف يسوى عندي كل حكومه العراق لانه حكومه العراق هي ما حكومه العراق هي عيب احنا نعدي عيب على جربنا على ديرتنا نعدي يا استاذ محمد عندنا حكومه عراقيه عندنا من الجهات الضابط ايران وامريكا من داخل العراقيين من الوريد للوريد يعني والله هاي الشباب الحلوين فوق 700 شاب يا حكومة تدعي عليها يا حكومة عصابة تبتلية الله جابهم من الخارج يمصون دم العراقيين 17 سنة يمصون بدمنا يبغون الحرامية التبتلية الداعين الله يحفظه الشعب. شكرا شكرا جزيلا ابو زكريا من كركوك اشكرك للمشاركه. يستمر اعتراض كثير من المتصلين حقيقه على توصيف حكومه ويقولون بانه هذه ليست حكومه هذه مجموعه عصابه مجموعه من السراق جاءوا لتدمير العراق جاءوا لتخريب العراق واوصلونا الى مرحله الان نحن نستجدي الرواتب من الاغير سجوننا مكتظه بالمعتقلين الابرياء بلدنا بلا نظام صحي بلا نظام تعليمي بلا نظام قضائي بلا بنية تحتية هذه ليست حكومة هذه مجموعة من اللصوص العراق تحت حكم اللصوص هكذا يرى العراقيون وهكذا يقولون طبعا يعني يعذر العراقي في كل توصيف يطلقه على من يحكم الآن ومن يحكم ومن حكم سابقا لأنهم أوصلونا إلى أن يتذيل جواز سفرنا المراتب الدنيا في العالم أصبح الآن في المرتبة الأخيرة بحسب باسبورت إندكس الآن انتهاكات واعتقالات في البصرة بلا قانون القانون أيضا ضعيف وغائب وفاسد وفاشل كما قالت الأمم المتحدة. لجنة حقوق الإنسان في محافظة البصرة أكدت إصابة 4 متظاهرين واعتقال 10 آخرين بأحداث أمس التي حصلت في البصرة والانتهاكات الحكومية مستمرة تجاه المتظاهرين. يعني يقول البعض من العراقيين نحن نطالب بالكشف عن قتلة المتظاهرين فلماذا نعامل بهذه القسوة بهذه الدموية لماذا تستخدم ضدنا أنواع مختلفة من الأسلحة هل ثمن الحرية هو باهظ لهذه الدرجة أن يدفع العراقي دمه في سبيل الحصول على وطن مثله مثل باقي شعوب الأرض يتمتع بقانون يتمتع بنظام آمن يتمتع بنظام صحي وبالخدمات الأساسية لعيش أي إنسان لماذا تتعامل السلطات التي جاءت بعد الاحتلال كأن العراقي ليس بشرا ليس من حقه أن يتمتع أو يعيش حياة مرفهة أو على الأقل حياة آمنة مثله مثل غيره من شعوب المحيطة بنا على الأقل. السيد صباح من بغداد تفضل. ألو مساء الخير أستاذي. مساء النور حياك الله. الله يسلمك. أستاذي ممكن سؤال يعني إذا فيها مجال عندي كلمتين وياك. تفضل. يعني هم لما يشوفون الناس جوعانة ومحتاجة وضاعت الحوض هم من صارت شعبة لبنان من صارت شعبة لبنان وراحوا ولدوا لبنان. أنا شغلي في لبنان. لبنان نفسها فهم صابين الناس لبنان المجاعات بشكل سوء. حتى شنو يودوا لنا بور هم مصابين علينا حتى يروحون على إسماعيل يودوا لنا بور بس اسألك هذا السؤال يعني طيب احنا سيد صباح احنا يعني بالنهايه هو ليس تبرير للسلطه لان السلطه اوصلت العراقيين الى هذا السوء لكن احنا نقول بانه الشعب اللبناني يستحق من العراقيين وقفه بغض النظر ان كانت هذه قد خرجت لداعي ان تصل المساعدات الى انصار حزب الله أو غيرها لكن بالنهاية احنا نقول بأن الشعب اللبناني يحتاج منا مساندة. كلامك صحيح في نقطة أنه هل العراقي وصل إلى مرحلة الشبع حتى نقوم احنا ندز النفط وندز المساعدات ومستشفياتنا ما بيها؟ طيب أنت شلون تشوف هذا التصرف من الحكومة؟
التصرف اخي العزيز بارك الله فيك، راح احكي علني. اكو مثل عندنا بالعربي يقول توسع بنفسك يا اول وحده. نعم. اي فهذا الشيء ما يجوز، هاي فضول. انا شعري بالناس، انا مش بعائلتي حتى اشبع الجيران. طيب احنا بهاي النقطة يعني حندخل في تناقضات وحتى نتجاوزها، لأنه بالنهاية الشعب اللبناني الشقيق يستحق من كل العرب الوقفة والدعم والمساندة، حتى لو احنا بظروف صعبة. انت حضرتك سيد صباح مواطن عراقي عربي اولا واخيرا، تنتمي الى هاي الأمة، وكما انت متضرر من حكومة تحكمها ايران وميليشيات منتشرة بالعراق، لبنان ايضا متضرر، لبنان ايضا متضرر من حزب الله اللي تحكم ايران، والميليشيات ميليشيات حزب الله منتشره وتدمر بالبلد. خلينا نعود الى موضوعنا، موضوع البصره. سيد صباح، ارجو منك انه يعني تجيبني على هذا السؤال، ليش يستمر استخدام العنف ضد المتظاهرين وهم خرجوا في البصره على الاقل دا يطالبون بمعرفه من الذي قام باستهداف الشباب وقتل هذا العدد واصابه هذا العدد من المتظاهرين؟ ليش تستمر السلطة باستخدام الأداة القمعية؟ أستاذ العزيز، هاي قلة فهم، حكومة صايرة فعل، حكومة ماكو إلا ماكو واحد نظام، يعني مثل نريد نحكيها علني، مثل الأولين أهلها، بس الحاضر مو أهلها. نعم. أنا أشكرك يا سيد صباح من بغداد، شكراً جزيلاً للمشاركة. طبعا المتظاهرون في ساحة اعتصام البحرية في محافظة البصرة طالبوا بالإفراج الفوري عن المتظاهرين المعتقلين لدى السلطة، ملوحين بالتصعيد في حال تجاهل مطالبهم. أيضا رددوا هتافات لإسقاط النظام وإنهاء حكم الأحزاب الفاسدة. يطالب العراقيون بإسقاط النظام منذ 1/10/2019 ولغاية هذه اللحظة مستمرون، لكن تغيرت الوجوه واستمر نفس النظام. لماذا لا تصغي هذه الحكومة إلى مطالب المتظاهرين إذا كانت تتحدث بأنها حكومة لخدمة الشعب؟ أين خدمة الشعب ونحن نرى البطش مستمر تجاه المتظاهرين العراقيين بكافة المحافظات العراقية؟ ومتى سيحاسب من ارتكب انتهاكا ضد المتظاهرين؟ ومن الذي سيحاسب؟ هل لدينا في العراق نظام قضائي يستطيع محاسبة من ارتكب انتهاكات؟ فلماذا لا يحاسبهم إذا كان قضاء شامخا كما يقول المسؤولون في العراق؟ مشاهدينا، طبعا المسلسل الاغتيالات، أيضا اغتيال الناشطين هو مستمر وهو ضمن مسلسل الانتهاكات. يوم أمس تعرض 3 ناشطين في تظاهرات البصرة لمحاولة اغتيال على يد عناصر الميليشيات المنتشرة في المحافظة. مصادر أمنية تفيد أن أحد الناشطين 3 نجا من محاولة الاغتيال، بينما أصيب ناشطان وهما لوديا ريمون وعباس صبحي بجروح خطيرة جراء الهجوم المسلح، ونقلا على أثرها إلى مستشفى البصرة التعليمي لتلقي العلاج. معنا السيد أبو إبراهيم من الأنبار، تفضل يا أبو إبراهيم. أبو إبراهيم موجود؟ السيد أبو إبراهيم غير جاهز. السيد أبو إبراهيم من البصرة، من الأنبار عفوا. طيب طبعا كما قلنا، فرق الموت والاغتيالات والميليشيات منتشرة في البصرة. رشيد فليح عندما أقيل، ما الذي حققه من أمن للبصرة؟ وهل موضوع إقالته هو الموضوع النهائي الذي ستتعامل معه السلطة؟ يعني القرار الوحيد الذي اتخذ الآن هو إقالة رشيد فليح، لماذا لم يحاسب على جعله البصرة مرتعا للميليشيات؟ الأحزاب والميليشيات منتشرة في البصرة في الموانئ وفي مكاتبها وترهب المواطنين، وكأن لا يوجد أي قوات حكومية في البصرة. ما وظيفة هذه القوات في العراق بشكل عام وفي البصرة بشكل خاص لتأمين حماية الناس، أرواحهم، ممتلكاتهم وأرزاقهم؟ هل دور القوات الحكومية في البصرة هو حماية الميليشيات؟ طيب من معنا الآن؟ السيد أبو الحسن من بغداد، تفضل يا أبو الحسن. أبو الحسن غير جاهز. أبو الحسن معنا؟ طيب أبو الحسن غير جاهز.
لدينا رسالة من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة للجميع أستاذ محمد. لا يوجد شعور بالمسؤولية واحترام لليمين أو القسم لشرف المهنة والمسؤولية في هذا البلد. هؤلاء والمسؤولية في هذا البلد تكمل الجملة. هؤلاء مجموعة لصوص قتلة مجرمين فاسدين أعوان الاحتلال وأذناب إيران، كلهم فاسدين. عصابة شوارع الغرب دربوهم على كل طرق الخسة والفساد للانتقام من العراق وشعبه. العراق يحتاج إلى أهله الغيارة وينتظر رحمة الله. مشاهدينا الكرام، نود الآن الذهاب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. الآن تهدف بحناجر وبصوت واحد: أتار تارك يا شهيد، للقصاص من قتلة الشهداء. رمي حي على متظاهرين البصر. طلبات من أبناء البصرة لتكشف عن قتلة الأبطال والمتظاهرين السلميين. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا لدينا مقطع نود أن نشاهده مع حضراتكم الآن، وهو مطالبة أهالي البصرة بمحاسبة قتلة المتظاهرين، وكذلك رددوا هتافات ضد الأحزاب الفاسدة وكذلك لإسقاط النظام، فلنشاهد. ساحة اعتصام البصرة المركزي، نطالب بالإفراج عن أخوتنا المحتقلين بأسرع وقت، وإلا سوف يكون لنا رداً كالذي سبق. وندعو ثوار البصرة الأحرار غداً التجمع في فلكة البحرية الساعة 4 مساءً. باطل! باطل! كل الأحزاب! باطل! مجلس نواب! باطل! كل الأحزاب! باطل! مجلس نواب! باطل! اغتيالات! باطل! اغتيالات! باطل! اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الان معنا السيد ابو ابراهيم من الانبار، تفضل يا ابو ابراهيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيد ابراهيم حياك الله. اول شيء اريد اشكرك دائما ويانا. شلون؟ اللهم اشكرك دائما، خلونا الشعب العراقي يباكر بيه. ماذا افهم عليك ابو ابراهيم؟ ابو ابراهيم صوتك شويه بمشكله، المهم كمل كمل. رغم الكورة خلى داعم يحشي. شلون؟ معني؟ تفضل. اثنين نازحين من جرف الصغر. نعم. الريد رح يجبنا دولة تمطينا قطعة أرض نطلع من المخيمات، تملفنا تملف. حتى تلعب الأنبار مع المخبرين السريين ما حد يدعي عليهم. نعم. والميليشيات اللي تقولون عليها ازيد
ميليشيات الانبار ازيد من ميليشياتي هاي اللي يشوفونهم. نعم. المساجين ما يصلها هاي من قبل كورونا لحد الان ما حد دامهم ولا حد دامهم. وتعذيب وجوع وقتل. نعم. ايه واحنا بالنسبه نازحين لا لا حول ولا قوه لنا. الله يكون بعونكم. لا زياره من المنظمات ولا زياره من الدولة ولا زياره من اي شيء. نعم. براك ما ضل عندنا اكل وشرب خلف يعني تجينا من البعير يعني. نعم. ونريد مساعدتكم انتم من علامات المسلمين علامات ديار من علامات اي خيم بالعراق. انت في مخيم بالانبار؟ نعم. نعم. أنا ما راح أسألك على المخيم يا سيد أبو إبراهيم يعني. إحنا لازم انترافات يجي علينا لازم. إن شاء الله إن شاء الله صوتك يوصل بإذن الله وتسمع. أيوة إحنا في زيارة سوونا زيارة للمستجناء يعني ما حد لا حول ولا قوة لهم. نعم. الله يكون بعونكم يا أبو إبراهيم. كنتم كل أبتهم المقبل السري ومظلومين العادة نعم نعم. أبو إبراهيم أنا أشكرك من الأنبار ورسالتك إن شاء الله وصوتك وصل ونتمنى من المنظمات الإغاثية أن تنظر إلى المخيمات التي يعاني أهلها. طبعا القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين وهناك منظمات أخرى إغاثية تقوم على تقديم الدعم للنازحين في المخيمات، لكن يعني تبقى الإمكانيات محدودة. في النهاية السؤال يوجه إلى السلطة، أين أنت يا حكومة من النازحين الذين تقدر أعدادهم بمئات الآلاف أو ملايين في المخيمات؟ يعني وصل في بداية العمليات العسكرية وبعد النزوح وصل العدد إلى أكثر من 4 ملايين نازح ومهجر من دياره. أين السلطة بالنظر إلى وضع مأساوي يعيشه النازحون والمهجرون من ديارهم؟ ولماذا لا تستطيع حكومة تسمي نفسها حكومة ولديها دولة تقودها لا تستطيع إعادة نازحين إلى منطقتهم صار لهم 6 سنوات مهجرين منها ألا وهي جرف الصخر؟ السيد أبو أحمد من فرنسا تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي العزيز إحنا نريد نعرف ما هو الموقف من أهل الأنبار من هاي الإمارات اللي رفعت العلم اليهودي لأن يطلعون الشيوخ على قناة سامراء. إحنا شو علينا بالكلام أبو أحمد؟ لحظة 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 لحظة. الموضوع اليوم عن الانتهاكات اللي حادثة أو الحاصلة في البصرة. شو علينا إحنا؟ شو وقت راح أطلع من الخونة دول الخونة اللي جاي يقولوا لازم نسوي سفارة يهودية بالعراق؟ شو وقت طلع برنامج على الخونة دول؟ طيب أنا أريد أسألك هسه سؤال. ما رأيك بما يحصل في البصرة من انتهاكات ترتكب ضد المتظاهرين؟ هناك إصابات على الأقل في ليلة أمس أكثر من 10 إصابات و4 مخطوفين. ماذا تقول عن هذا الكلام؟ آخر يوم واحد تتكلم عن خونة عن فلسطين تتكلم عن خونة عن دولة فلسطين عشان. طيب افتهمتك يا أبو أحمد. شكرا يا أبو أحمد. أبو أحمد أنت لما تشوف بلدك مدمر منهار لا يوجد فيه نظام، حضرتك عايش في فرنسا لأنه لو بلدك بخير ما كان طلعت منه، وداخل إلى البرنامج تشوش الصورة العامة وتثير فتنة يعني غير مرحب للأسف الشديد. أقولها طبعا مع أنه إحنا منصة لجميع المتصلين لجميع الأصوات، لكن سيد أبو أحمد خطابه واضح وهو خطاب مرفوض تماما أن يثير فتن داخل هذا البرنامج من خلال منبرنا ومن خلال قناتنا. كان الأولى بك وأنت عراقي تنظر إلى قضية بلدك قبل أن تنظر إلى قضايا أخرى. من معنا الآن؟ السيد أبو حسن من بغداد تفضل. السلام عليكم أخي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك أخي محمد. هو هذا البلد يعني مدار يعني منتهي فد مرة، دولة جايين مو عراقيين هاي وحدة. ويعني مو بس البصرة بس كل العراق كافة. نعم. هم يدعون أحيانا يقول لك احنا بالسيادة والديمقراطية. نعم. ترى السيادة عندهم ولا يحزنون. لو اكو سيادة بالعراق ولا جميع عراقيين تركيا منها تضرب. وذاك والله ذاك اليوم واحد من اخواني الكراد يقول
اربيل او ما يسموها في شمال المنطقه طابين عليها يقول شبه شبه محتله. يعني دول ما عندهم سياده وما يهمهم البلد. يعني هسه تركيا تضرب وتضرب الحدود، ايران منها تضرب احيانا يعني ما العراق كله. نعم. اي سياده يتحدثون منها؟ هم يدون العراق مدمر. نعم. هذول ما عندهم رجوله ويحمون بلد. يعني هسه البصره او اي ما اي مكان داخل يوم وزاره التربيه يعني عبالك اذا يستنجون من عندهم وهم هذول كلهم عملاء الاجندات الخارجيه. نعم. يعني تعال تعجب يعني يا عراقيين اصحوا يا اخوان. يا اخوان يا عراقيين ترى احنا بمأزق قوي. نعم. يعني لا تربيه لا صحه لا كل شيء كله دمروه. زين الى متى؟ يا عراقيين اصحوا خاطر نبينا محمد. اصحوا 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 ترى استفد مره. نعم. يعني لا طب لا صناعه لا تربيه لا كل شيء. شوفوا المستشفيات شو تقول شو تقول شو تقول يا ابو الحسن دولة. ابو الحسن شو تقول عن اللي خابر بالبرنامج يعوف هم بلده ويعوف مأساة العراق ويحاول يثير فتنة ويضرب العرب عربين، شو تقول ويا ذولا ويا هاي الأصوات؟ أخي أنا أمشي بلدي، يعني هسه بالوقت الحالي أنا أفكر مأساة بلدي، يعني بلدي مدمر. نعم. هسه الحل مشكلة بلدي وبستاهل وبأي وقت أقدر أحكي أي حكاية. نعم. يعني الناس هسه بالخيام متبادلين وتعرفون الحرارة كذا واصلة. زين شلون هذول يعيشون شلون؟ هذول ما عندهم غيره على البلد اخي محمد والله ما عندهم غيره. يعني 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 عوائل بالعراء يقول لك تعال ارجع لبيتك زين بيته مهدم من يجيب وفلوس ماكو وهم هذول كلهم سراق وياخذون حقوق العراقيين وكل شيء يعني كل شيء ما يوفروا لهم. انا قلتها سابقا قلت يا اخوان يا عراقيين النازحين ما يحصلون شيء من الدولة البائسة. أنا أشكرك يا أبو الحسن من بغداد، شكرا جزيلا. أعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. السيدة أم مريم من الفلوجة، تفضلي. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أنا أشكر القناة الرافدين على هاي المظلوم. الله يسلمك. كان محمد يعني هم يكون عن الحكومة لا يعني لا مثلا المظاهرات ولا مثلا المعتقلين لا كل شيء يعني ما نسوي ولا مرجعة يعني مرجعين نازحين كل شيء ما نسوي. نعم. ماكو شيء يعني نسويه للشعب العراقي. يعني تجي عن أسئلة يعني شغلة المعتقلين يعني احنا عندنا عدة انتقالات ما ندري المعتقلين ميتين طيبين ما ندري. نعم. هذا يعني هسه يعني هسه اريد اروح للمودينا واكون يعني عنده اربعه وعنده ثلاثه يقول يعني هذا مرهب هذا يعني حكم يعني القاضي يحكم باطل. نعم. القاضي يحكم باطل. القاضي يعني يعني اي شيء يعني ما يستمسك يعني مستمسكات نتيجه التعذيب طبعا المتهم يعني ومرات يقولون اي متهم ما يدخل المتهم على القاضي. هم يحكمون بكيفهم. نعم نعم. يعني اوانك هوانك قضاء في العراق هاي القضاء. يعني يحكم العالم هاي. يعني شلون شلون يقدر مصطفى الكاظمي يحاسب قتلة المتظاهرين اذا كان عنده نظام قضائي فاسد؟ هو وسوال الفساد يعني من العراق كيف يسوي هو يكون قتلة المظاهرين؟ وين حاسب لقتلة المظاهرين؟ توسع بالشوارع الدم وين قتلة المتظاهرين؟ يعني لا حول ولا قوه يعني يقولون لك عندهم بلدود يعني حاله استديه طيب. واولاده وزوجته يعني لا رواتب عندهم ناس يعني مستقر يعني هو هم يعني ما خلوها استثناء شيء كان تعالوا طلعوهم يعني ما بفكرون استثناء يعني يوميا. نعم. انا اشكرك يا ام مريم. اشكرك يا سيده ام مريم من الفلوجه وضحت الفكره. السيد ابو زهراء من السماوه تفضل يا ابو زهراء. أبو زهراء موجود؟ فقدنا الاتصال مع السيد أبو زهراء من السماوة. طيب نقرأ رسائل واردة. في رسالة لدينا من عبد الخالق الناصر يقول السلام عليكم، أشكر قناتكم الرائعة. إلى متى هذا الحال يا حكومة فاشلة لا ترحمون؟
بالفقير ولا باليتيم، ملينا من هذا الوضع، ميليشيات مسيطرة على الحكومة، كلها أحزاب والوضع متدهور كلش، لا من مأكل ولا من أشغال، يا رب الفرج. لدينا رسالة أيضا تقول: تحية لقناة الرافدين، نطالب قناتكم بتوصيل أصوات الأهالي المعتقلين إلى من له القدرة على التدخل لإنقاذ السجناء، لأن كورونا تفشى في السجون وأصيب عدد من السجناء بالفيروس، والكثير من السجناء فقدوا حياتهم بسبب هذا الفيروس دون علم ذويهم. والله نحن عايشين بحالة قلق وخوف على أبنائنا المعتقلين، إضافة إلى التعذيب المستمر للسجناء حتى في هذا الظرف الاستثنائي، ولا دواء ولا كمامات ولا معقمات يدخل لهم. نطالب قناتكم بتوصيل أصواتنا، العفو العام مطلبنا، ونطالب بإلغاء فقرة التعذيب، وشكرا. طيب، معنا الآن السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل يا أبو فيصل. أبو فيصل، السلام عليك، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أبقاك الله، شلون أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الله يحفظك، الحمد لله. الله يحفظك، تحية لك وتحية للقناة وكادرها الطيب وتحية للشعب العراقي. حياك. بالنسبة للانتهاكات التي تقوم بهذه العصابة، نعم. أنت وبالنسبة للكاظم أستاذ محمد، هو شريك معهم، يعني لم يكشف ولا عن واحد من قتلة المتظاهرين. هو جاء من أجل أن يقطع على القتلة والمجرمين، فهو جزء من هو واحد مجرم، يعني هم ما تبوه إلا هو مجرم، هو عايش الأنظمة كل العنيلة هذه، هو عايش معهم وهو يعرف منهم القتل، لكنه ليس مهتم أصلا، هو يبقى يقطع على المجرمين، يبقى في هذه الدوامة القتلة وأجر شد فلياح جميل الشمر، يعني هذول معروفين يعني مجرمين، لكن رأس البلاء هو يا مصطفى الكاظم، هو شريك بالجريمة، ولن يتغير شيء، ولن يكشف عن أي قاتل للمتظاهرين، ولن يكشف أي سارق، هذا الرجل رجل مجرم، لازم إسقاط النظام من حذافيره كامل، وتحية لك. شكرا جزيلا سيد أبو فيصل من السعودية. طبعا أحد الإخوة يحاول الاتصال بنا، يقول أرجوكم جاي أتصل كله مشغول. هو طبعا يحاول الاتصال يبدو على الواتساب. أخي العزيز، خدمة الواتساب التي تقدمها القناة خدمة غير متاحة للاتصالات، الاتصال المتاح فقط هو عبر الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة. بالنسبة للواتساب هو فقط لاستقبال الرسائل المكتوبة، نحن نقرأ الرسائل من لا يستطيع أن يتصل بنا، من ليس لديه القدرة على الاتصال. فأرجو من حضرتك إذا تحب تشارك، وطبعا للجميع أنه تشاركون عبر أرقام المخصصة للاتصال فقط. في رسالة لدينا من السيد أبو محمود من الرمادي يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، احنا أهالي معتقلي الرزازة نطالب من حضراتكم بإيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين، سمعنا خبر أنهم موجودون في مطار المثنى، والله أبرياء، فرحوا الأهالي وأطفالهم، والله محرومين أكثر من 4 أعوام، حسبي الله ونعم الوكيل. محمد الحلبوسي. وقال الأهالي، قال للأهالي: أبشروا، وأن لليوم يوفي بوعده، بس هو بمجرد كلام. طيب، أيضا هناك كما قلنا من يحاول الاتصال، نكرر الخدمة متاحة فقط لاستقبال الرسائل. معنا السيد محمد من الأنبار، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم استاذ، الله يخليك، يا وعليكم ان شاء الله قناة الرافدين. الله يسلمك، حياك الله استاذ. على مود هيئة علماء المسلمين، لماذا ما تدخل العراق حال الاحزاب البقية؟ هذا السؤال يعني. طيب، اولا هيئة علماء المسلمين حالها ليس حال الاحزاب البقية سيد محمد. لا السياسة من البداية صحيح قانونية، يعني ما دخلت مثل السياسة بس توقفت. طيب يعني حان الوقت، يعني الوجود لا ما دخلت صحيح. نعم، يعني زمان دكتور حافظ الله يرحمه هسه ابنه مثلا، يعني هسه وقتهم العراق محتاجهم، يعني كافي خروج من العراق، يعني كافي، يعني وقتهم إحان، يعني مو صح لا؟ انا راح اجاوبك على هذا السؤال يا سيد محمد. طبعا حضرتك تعرف من عدم، يعني هم استاذ، نعم، لولا رجالات العراق، يعني لولا اهل العراق، يعني مو جايين مثل ما يقول من خارج دول، هم ابناء العراق. نعم. لولا نعم.
يعني أجدادهم حرام من الزمان من 1921 أجدادهم لازم هسه يعني سيد محمد أولا يعني طبعا الكلام منقول على لسان يعني قيادات الهيئة أنه الهيئة لم تسعى لمنصب سياسي مطلقا، لكن الهيئة دائما كانت يعني وضعت خريطة وضعت خطة للعراقيين بأنه يا جماعة ترى اللي دي يصير بالعراق هو من سيء إلى أسوأ بسبب نظام خاطئ، بسبب الإرادة الدولية، بسبب الاحتلال وأعوان الاحتلال والأدوات الموجودة الآن. عدم وجود الهيئة في العراق بالطبع هذا أمر طبيعي، لأن هناك ميليشيات، هناك انهيار أمني، هناك فرق موت واغتيالات منتشرة. طبعا وجود هيئة علماء المسلمين بحد ذاته هو معناها للاستمرارية، استمرارية مقاومة الاحتلال، مقارعة المحتل، مقارعة النظام، مقاومة هذا النظام. وجود المعارضين داخل العراق هي أسهل وأحسن فرصة بالنسبة لحكومات ما بعد الاحتلال لتصفية أعدائها وبالتالي تخلو الساحة لها. ليس من المنطقي أن إذا كان هناك خطر على تواجد جهات مقاومة داخل العراق أن تعود إلى العراق وتواجه الموت بصدور عارية بدون أن تتخذ الموضوع طبعا بخطوات صحيحة مدروسة. الوضع في العراق وضع خطر للغاية، هناك خطر على حياة الجميع إن كانوا جهات، أحزاب، أفراد، الجميع معرض للخطر. لا يوجد قانون يحمي، لا يوجد قانون يحمي المعارض السياسي أو المعارض للحكومات لكي يستمر بمعارضته. نحن نشاهد من يعارض الحكومات الآن، من يعارض الأحزاب، من يعارض الميليشيات في العراق من المتظاهرين من العراقيين يقمع، يختطف، يغتال، والمسلسل طويل للغاية. أرجو أن تفهم هذه النقطة. وطبعا بإذن الله سيكون هناك عودة لجميع العراقيين المغتربين الذين خرجوا مكرهين، سيكون هناك يوم للعودة، لكن ننتظر الحال إن شاء الله وننتظر اللحظة المناسبة للعودة. أشكرك يا محمد. في رسالة يقول أحد المشاركين: أقسم بالله أخويا يشتغل عمالة، نزلوه من السكلة وأخذوه بغداد، أخذوه بغداد وحكموه 20 سنة، هاي مو ظلم؟ بدون تهمة، بدون أوامر قضائية، طبعا هذا قمة الظلم. وكما قالت السيدة أم مريم من الفلوجة، تقول يحكمون المتهمين بدون النظر إلى، في كثير من الأحيان بدون النظر إلى الملف، ملف القضية، ويحكم ظلما على يد قاضي ظالم أو بسبب النفوذ والسلطة. في رسالة تقول: اغتيال النشمي تحسين الخفاجي ومحاولة اغتيال الناشطين الثلاثة في البصرة كشف الوجه الحقيقي للكاظمي لمن انخدع به من الشعب العراقي. ثانيا، الفكرة التي تنادي بمواجهة الميليشيات بالسلاح خاطئة. الحل المثالي هو خروج كافة أطياف وفئات الشعب العراقي إلى الشوارع في ثورة عارمة ومتواصلة لقلع هذه العصابات الإيرانية من جذورها. أبو نورة. شكرا يا أبو نورة. في رسالة من السيد أبو علي النجفي، أبو علي النجفي من لندن، يقول: أخي ليس على الواتساب جاي أتصل مباشر على الرقم في لندن، أنا جاي أتصل مباشر على الرقم البريطاني، أنا تقريبا كل يوم جاي أتصل مباشر على الرقم البريطاني وكله مشغول. طيب، أرجو من الأخوة بالكنترول أنه يتصلون بالأخ أبو علي النجفي، رقمه موجود على الواتساب، يبدو أنه يحاول الاتصال ولا يستطيع، و يعني إذا كان هناك فرصة للاتصال به نرجو الاتصال. في رسالة لدينا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إن شاء الله بخير تكون أستاذي العزيز، تحياتي لكم، الحمد لله نحن بخير ولكافة الكوادر. يقول: بسم الله وباسم قناتكم الشريفة، نحن نخبة من المتقاعدين، أخذنا سلف من جمعية الداودي، يبدو داودي، طيب، والأقساط كسرت ظهورنا ونحن أصحاب أطفال وإيجارات ومرضى بإعاز منكم بتقليل الأقساط الشهرية، إنسانية لله، حفظكم الله.
يعني نتمنى انه اصواتكم توصل. نحن في النهايه منصه اعلاميه تنقل اصوات المتصلين، وللاسف ليست لدينا سلطه او قدره على مساعدتكم سوى بايصال اصواتكم. نتمنى ان شاء الله ان تصل الاصوات المناشده المناديه بايقاف الظلم في العراق، باعاده الحق الى اصحابه. هذه الاصوات التي تتعالى داخل العراق وخارج العراق، وحقيقة يعني نحن نتمنى أن تتحرك الضمائر قليلا للنظر في أمور في قضايا المحتاجين. معنا السيد أبو علي من بغداد، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس مثل الدولة يعني وعود كاذبة. احنا 2014 عقدي واروح اراجع مسجلين اسمي وكله كلاوات وكلاوات، ما يرجعون احد ولا شيء. نعم. نعم يا ابو علي. اي بس على مود العوده يعني يسوون روح شيء مرتين ثلاث قالوا لنا تعال ولا شيء. نروح نسجل بالليل نروح نسجل ونروح للخامس وما قايمه مرات. ماكو مخصصات؟ يعني شنو الحل ما نعرف والله. نعم. الله يكون بعونكم يا أبو علي، ونتمنى صوتك يوصل. أنا أشكرك للاتصال. معنا السيد أبو محمد من السماوة، تفضل يا أبو محمد. السلام عليكم، شلونك أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. أستاذ محمد، فيما يخص التظاهرات اللي حصلت في محافظة البصرة. نعم. في محافظة البصرة أيضا. نعم. فالشعب البصري مل من تصرفات وسياسة محافظ البصرة. نعم. أسعد العيداني اللي هو يعني عرف كثيرا بوعوده الفارغة وعدم الإيفاء بها لأبناء شعب البصرة في مناطقه. نعم. العراق يمر في مرحلة حرجة و مشاكل تزداد يوم عن يوم، والمناطق الجنوبية تشهد هذه الفترة تصاعد بوتيرة الأحداث الخاصة بالميليشيات. وأيضا الميليشيات والأحزاب تقوم بتفجير سيارات التابعة لأحد الشركات للجيش الأمريكي، وهذه الأحداث بطبيعة الحال تقلق الوضع في المناطق الجنوبية وخاصة محافظة البصرة. يعني على طاري محافظ البصرة يا سيد أبو محمد، يعني محافظ البصرة أسعد العيداني. نعم. يعني صار لأهل البصرة كم سنة ينادون بإقالة محافظ البصرة ومحاسبته على ما قام به من انتهاكات ضد أهالي البصرة وضد المحافظة بشكل عام. أكثر من هيك تطلع ريحته يعني، والحد هذه اللحظة ما تحاسب وبعده بالمنصب وبعده يتمتع بالامتيازات بالحصانة، بل قواته تعتدي على الناشطين على المتظاهرين، تخطف وتعتقل. إذا كانت الحكومة تريد فعلا، أو حكومات اللي اجتي ما بعد الاحتلال رفعت شعار محاربة الفساد، فمتى سيبدأون بمحاربة الفساد وإحنا نشوف الفاسدين المتهمين بالفساد على رأس مناصبهم ويتمتعون بكل الامتيازات؟ أستاذ محمد، أبدا ما راح يصير حل مشكلة الفساد بالعراق أبدا. أسعد العيلاني رجل مسنود من الأحزاب ومن هو غير من بقية المحافظين الموجودين في. للأسف فقدنا الاتصال مع السيد أبو محمد من السماوة. عموما نشكره للمشاركة. الأخ أبو علي النجفي أيضا أرسل رسالة برقم هاتفه، إذا كان متاح الفرصة للاتصال بالسيد أبو علي النجفي اتصلوا بي رجاءا. حيدر من الأنبار، تفضل يا حيدر. تفضل يا حيدر، حياك الله. حيدر نص صوت التلفزيون رجاءا، اسمعني من التليفون. الله يسعدك عمي. الله يسلمك، حياك الله. يسلمك عمي، احنا من 2014 عدنا حد يرجعنا. شلون؟ احنا مهجرين من 2014 ما حد يرجعنا المناطق. مهجر من يا منطقة يا حيدر؟
الأمرية من الرشاد. نعم. شنو اللي يمنعك من العودة يا حيدر؟ من العامرية من العويسات عبد. شنو اللي يمنعك من العودة؟ ألو؟ شنو اللي يمنعكم من العودة يا حيدر؟ يمنعنا من العودة ممسوكة المنطقة من قبل الأحزاب يعني. من قبل أحزاب يعني ميليشيات؟ إيه نعم. يا ميليشيا عرفتوها لو ما عندك علم؟ لا هي من حزب الله. طيب وين الحكومة؟ وين دور الحكومة في إعادتكم إلى مناطقكم؟ شلون؟ وين دور الحكومة في إعادتكم إلى مناطقكم يا حيدر؟ أوضح لك توصل تقول يا منطقة الأنبار، الأنبار محاذية جرف الصخر، محاذية جرف الصخر. نعم. الله يكون بعونكم يا حيدر، أنا أشكرك للمشاركة ونتمنى إن شاء الله صوتك يوصل. معنا عبد الله من النجف، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم حبيبي قبل. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. بعيد عن النجف والمحافظية هاي، بس بدي أسأل سؤال. نعم. هاي الحكومة. إي. شلون؟ هاي الحكومة. شبيها؟ هم عندها دينة، عندها مذهب، ماكو هيك حكومة يعني نذلة حشان هيك مرحلة. نعم. ما يقولون احنا حكومة خلصناكم من القمع ومن الدكتاتورية وجيناكم بعراق جديد. هذا العراق الجديد يعني لما يطلع معمم مثل همام حمودي نائب رئيس البرلمان السابق يقول لا دولة مثلكم، يعني مثلنا بشنو مثلا؟ لا دولة مثل العراق بشنو بالضبط؟ جهال عمره 4 سنوات يلم فحم ويلم فطر يبيع وهم هناك بالخمر بالبارات، يعني الى متى؟ نعم. الى متى يعني ما يحسون؟ بس انا نعم. ارجع دينهم، واذا عندهم دين شنو هذا الدين اللي يسمح لك؟ بس الدين لا تقول لي معمم ولا تقول لي مقرع ولا شيء، اي واحد بالحكومه فهو فاسد والله. نعم. وقت فاسد قليله بحقه. نعم. والله استاذ واحد فهمنا انا والله دايخ انا سامنا شوف طاع وهاي يعني والله يحترق دم علي الله شاهد. طالع غير جاي تريد دورة حقها، شنو شباب صار له 4 سنوات و5 سنوات متخرج ما في كل حقوق الا. نعم. يعني الى متى؟ يمتى يعني ثاني والله متخرج هذا شلون؟ يعني اذا استاذون الشباب صار جهالنا بعد كم يوم يتخرجون يعني هم يمشيون نفس السلسله لو افتح والله ما. انا اشكرك يا سيد عبد الله من النجف ووصلت فكرتك. ومشاهدينا الكرام قبل الختام ننوه ان تردد قناه الرافدين الجديد كما ظاهر على الشاشه امام حضراتكم 10727 افقي على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم من الآن ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.